فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام أمانة. فالإنسان قد يتظاهر بالعبادة ويخدع الناس بمنظره وهيئته وطول صلاته، لكن الصيام سر بين العبد وربه، فهو يتغلغل في النفوس وتتشبع به القلوب وتتحرك به الأبدان. فيتحلى المسلم بأخلاق الصائم، فإذا كان ينتصف لنفسه كعقوبة لمن جنى عليه فبالصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وهذا ينسحب على كل أعمالنا وتصرفاتنا في حياتنا. فإذا ما منع المسلم من أن يستدرجه سفيه أو يستدرجه مخادع بكلماته أو سبابه أو شتائبه فيقول إني صائم، فمن باب أولى أن يمتنع المسلم عن الأذى المباشر، إذ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقول ربنا عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالتحلي بالأخلاق ومعرفة الحقوق حقوق الغير يجعل المسلم يرتبط بأوامر ربه وأوامر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقيم حياته على ذلك، فيكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. وحياة الأمة المسلمة متى استقامت على أمر الله، متى استقامت على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدت شأنها عظيما وأمرها كبيرا، ووجدتها رائدة قائدة، لأنها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التحلي بالأخلاق يجعل المسلم قرآنا يتحرك في هذه الحياة، فهو يسير وفق أمر الله عز وجل ووفق توجيهات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان خلقه القرآن، وقال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يتأدب بآدابه ويقف عند حدوده ويأخذ بأمره ويجتنب نهيه، فعلى ذلك ربانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوقفة الرابعة: أن المسلمين في هذا الشهر وهم يتعبدون الله عز وجل بصيامه وقيامه يجب أن يتذكروا بأنهم أخوة في الله، وأنهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تضطرب بهم الأهواء ولا تجتالهم الشياطين، فالكل يستظل بظلال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكل يستظل بشهادتين بهما دخلنا الإسلام، وبهما وصل الإسلام إلى كثير من أقطار الأرض، وبهما صارت الأمة رائدة وقائدة. فواجبها أن تحافظ على وحدتها ووئامها ومحبتها وتماسكها، وأن تدع المنابزة والمنابذة، وأن لا تسير في ركب من يريد أن يحقق أغراضه في هذه الأمة تفريقا وتشتيتا وتمزيقا، ولا تكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالأمة بمجموعها يمثلها منهج واحد، وتسيرها شريعة واحدة، ومآلها إلى مصير واحد، وغاياتها واحدة،
فعلى ماذا الفرقة والشتات؟ وعلى ماذا يدعو دعاة من لا يريد للأمة أن تجتمع كلمتها ويتوحد صفها وأن تسير في اتجاه واحد وأن تبتعد عن كل المؤثرات الحياتية الشخصية والحزبية والمذهبية وكل ما وفد على هذه الأمة حتى صارت فرقا وأحزابا وطوائف وشيعا؟ فالأمة يوحدها منهج الله وتجمعها كلمة الله، فواجبها أن تحافظ على هذه اللحمة وأن تكون راجعة إلى الله في كل نزاع أو خلاف، وألا تحكم الأهواء والشهوات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نرجع إلى الله، إلى كتابه، لنعرف حكم الله فيما يجري بيننا، ونرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى سنته، لنعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما استجد في حياتنا، فنجد الحكم الفصل، ونجد القول الحق، ونجد الحكمة البالغة في جمع هذه الأمة على كلمة سواء. وهذه الدعوة نوجهها إلى كل فئات الأمة وإلى مجتمعنا، مجتمع الإيمان والحكمة، أن يغلبوا جانب الحق والعدل، وأن يغلبوا ما يوحد هذه الأمة وما يجمع كلمتها وما يوحد صفها، بعيدا عن كل المؤثرات وبعيدا عن كل المعايير. ولعلنا نستفيد من هذه الوقفة الرمضانية أن نراجع حساباتنا، وأن نتلاقى ونتحاور، وأن نضيق الخلاف والنزاع، وأن نجعل هدفنا وحدة مجتمعنا وسلامة وطننا والسعي لكل ما فيه خير ومنفعة لهذه الأمة ولهذا المجتمع. الوقفة الخامسة، أن المسلم يفرح حينما يوفق للعبادة، يفرح حينما يؤدي واجبا، يفرح حينما يشعر بأنه قد قام بما عليه أو أدى ما عليه من واجبات شرعية ومن واجبات حياتية، من وظيفة عامة، ومن إيصال الحقوق إلى أهلها. يفرح لأنه استجاب لنداء ربه واستجاب لنداء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان: وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، يفرح أن الله وفقه حتى أكمل يومه، يفرح أن الله أحل له الطعام بعدما كان قد حرم عليه، يفرح بهذا. والمسلم يفرح بأداء العبادة ولا يجعلها عبئا ثقيلا عليه، فيقول: استرحنا من كذا وارتحنا من كذا. بل يشتاق المسلم لاستقبال العبادة، فلقد كان سلف هذه الأمة يدعون الله عز وجل 6 أشهر لكي يبلغهم رمضان، وبعد أن يصلوا إلى رمضان ويصومونه يسألون الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم صيامهم لشهر رمضان، وذلك لما فيه من الأجر والمثوبة. أما الفرحة عند لقاء الله فهي فرحة المسلم العابد المستقيم، فرحة من بيض صفحات أعماله وسجل أعماله بالحسنات، فرحة يجدها عندما يأخذ كتابه بيمينه، فرحة يجدها عندما